السلام عليكم، معكم عبد الليلى من وجدة، وصافي بليزير راني غنيت في وجدة اليوم. هذا أول مرة ندير كونسير ديالي في التياتر، صافي بليزير، حسيت روحي أون فامي. كانت ديجا معايا لا فامي تاعي هنايا، كاع السكان المدينة زعما كاملين كنحسهم بين فامي، وهادشي هادي هما الأجواء اللي عشنا في التياتر. واخا هي بلاصة كبيرة ولكن حسيت روحي بحال راني في الدار. كاين بروشينمون غادي نلعب في فيستيفال جازا بلانكا اللي غادي يكون في جوان، فاللي الناس كازا والنواحي روحوا تفرجوا فيها. كاين واحد سينجل غادي يخرج جديد وراني لعبته اليوم في التياتر، ترقبوه قريبا في البلاتفورم.